وحشتوني يا ولاد اللذينة، والله العظيم. انا كنت عايز ادخل بقى، عارف انت الدكاترة الحماسية بتاعت ازيكم يا جماعة عاملين ايه وبتاع، بس ما عرفتش خالص. واعتقد انتوا خلاص فهمتوا ان انا مش البني ادم ده نهائي، يعني بقيتوا فاميليير مع الحاجات دي. انا مش هبرر الصراحة، انا ما كنتش بنزل فيديوز ليه، بس ما علينا من الموضوع. والله انا وحشني اقعد اعمل فيديوز جدا، بعيدا بقى عن ايه الاسباب اللي خلتني ما اعملش فيديوز الفترة اللي فاتت دي كلها. انا سعيد الصراحة. بس فاحنا هنبتدي فيديو النهاردة اهو، وكل الاصوات الغريبه اللي انتوا غالبا سامعينها دلوقتي، اي صوت غريب طبعا انتوا عارفين مصدره ايه، ولو ما تعرفش مصدره ايه سيدي الفاضل اتفرج على الفيديوهات القديمه وانت هتعرف كل حاجه. طبعا انتوا عارفين الزاويه دي بتاعه الرياكشن فيديوز. حلو، تمام. يعني احنا النهارده هنعمل رياكشن جامد، وعشان طبعا يعني انا جاي بعد غياب، فانا مش جاي لكم كده فيديو خلاص ولا برياكشن فيديو عادي كده وخلاص، لا لا طبعا لا. فالفيديو الجامد النهارده هيبقى رياكشن على شريط كولاب برضه، وذا بيجست شيب كولاب برضه زي بتاع جيرد دينيس بالظبط، بس في حاجه مختلفه. ذا بيجست شريد كولاب ان ذا ميدل ايست. انا كنت نزلت ستوري من فتره، ابعتوا لي يا جماعه الحاجات اللي انتوا عايزين نعمل عليها رياكشنز، فانا جالي شويه حاجات حلوه والصراحه اعملها كلها يعني. بس الفيديو ده اكتر حاجه لفتت نظري وقلت ايه، لازم يبقى ده فيديو فاهم البوميه. اللي رفع الفيديو ده واحد اسمه جيمس ماسي. جيمس ماسي واحد عايش في مصر، يملك بعض الكونتاكتس لميوزيشنز عايشين برضه في مصر وبيعملوا فيديوهات زي دي. بس الفيديو بقى ده مختلف لانه هو ما بين مصر وما بين ليبيا. طبعا بعد ما حد بعت لي الفيديو انا ما بصيتش عليه، حطيته في السيفد وتركن في جنب. بصيت على البيج لقيت الراجل ميوزيشن وعامل البروجكت ده، عامل منه كذا فيديو كمان مش الفيديو ده بس. فكلمت الراجل شخصيا، شخص محترم جدا ورحب بالموضوع جدا، استأذنته طبعا الاول قبل ما اعمل القصه دي. انا ما يعني لما بلاقي حاجه الموضوع يعني في بيتها كده، اللي هو حد في مصر هعرف اكلمه او حد هيرد عليا يعني، فبحاول اكلمه الاول اشوف ينفع نعمل ده ولا لا. فكلمت الراجل، الراجل مرحب بالموضوع جدا وكان سعيد جدا وراجل في قمه الاحترام والذوق. سألت شوية أسئلة، الراجل رد عليا بكل حب يعني واداني كل الانفورميشنز اللي أنا محتاجها. بس الفيديو ده عبارة عن كولاب ما بين مصر وليبيا، ستة من المصريين وستة من ليبيا. طبعا أنا لا أعرف أسميهم ولا أعرف أي حاجة لسه، إيه هنشوف لأول مرة ويلا بينا. سامح إبراهيم من مصر. طول نايس 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 قوي يعني. سامح جامد قوي يا جماعة. اللاين ده تحفة. محمد العقاب من ليبيا. عجبني قوي السيت اب اللي هو عامله في الفيديو، الفيجوالز حلوه في الفيديو. نايس. ايوه هي دي انا مستنيها. جامد. حلو قوي ده. نايس. ده
محمد العاصي من مصر. قول نايس. هو بس الريكوردنج كواليتي ظلمته شويه، الصوت مش الفيديو. نايس. لا لا جامد قوي. حلو. محمد الهامي او الحامي من ليبيا. انا عجبني السيت ابس بتاعت الناس اللي من ليبيا، يعني السيت ابس حلوه يعني. قول سلام رأفت من مصر. سلام بحبك يا سلام. حلو قوي. نايس نايس نايس. عجبني برضو ان هو هايبرد فان بين مارفل ودي سي. حلو فشخ. السولو بتاعه لا جامد، السولو بتاعه خرافي قوي. لابس كابل اوبف كمان يعني. مصطفى دربي من ليبيا. حاسس ان الباكينج تراك وطي شويه في الحته دي. نايس كول. هنصور الفيديو ده بكره باين. نايس نايس قوي. بس مش عارف انفعل قوي، هيب بانج براحتي عشان المايك الصوت ما يزعلكمش بتاع. حلو الدخله لطيفه. عمرو الجندي من مصر. نايس يا عمرو. شاب ما قدرتش امسك نفسي اكتر من كده بعد.
لا لا سولو فظيع. جامد 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 نايس. انا بحب بقى الحوار ده قوي، بحب الحتت اللي شبه كده. ماشي از كارتمان او رياز كارتمان غالبا، خايف اكون بنطق اسمه غلط. بس بيفكرني بديمتري بتاع شكرا فشخ. والله يا جدعان ده ايه ده؟ لا ده هو واو واو. بلال نواصرة من مصر. انا خايف ابقى بنطق الاسامي غلط عشان دول يروحوا يجيبوني عادي، دول احنا هنا في نفس البلد فتمام. نايس. واو واو واو. رايح فين بس قول. ماشي مصاب توك من ليبيا. جيتارك حلوة يا مصاب. نايس 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 جدا. انا كنت مستني حاجه زي كده في الفيديو ده قوي، مستني حاجه زي لقطه زي دي جدا. ايش ده؟ جيمس ماسي لازف نفسه، الراجل اللي رفع الفيديو نفسه. ايوه اوه ووو. محمد الأوبيدي. نايس تابس نايس تابس. حلو فشخ.
اوه بحب الحاجات اللي فاهم في السامبل دي بقى لذيذة أوي. الدنيا هديت كده حبة. اوه كول 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 جدا يا جدع. ميوزك كومبوزنج محمد الحامي، بروديوسر سهيل الحجاج، فيديو اديتنج جيمس ماسي، سان ايستر ستوديو ليبيا. تمام. احنا خلصنا. طيب انا دلوقتي لسه صاحي الساعه 5:30، فممكن نعمل القهوه ونكمل. لا 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 لا، دي عايز ستانت مان يجي يشربها. هلو ليجندز، يو روك، اي روك فور ليفينج. طيب انا قررت ان انا اطلع لكم بمنظري اللي انا بعبي في البيت الصراحه، ابريشيت ماي كيرلز شويه. دلوقتي احنا نكمل الفيديو بتاع ذا بيجست شيت كلاب ان ذا ميدل ايست، والمره دي حبيت ان يبقى في حاجه مختلفه سيكا، ايضا عن الرياكشن تصور في يوم، من الريفيو البسيط اللي بعمله ده تصور في يوم تاني. مش هنتكلم بقى عن الناس اللي هي اللي عجبوني بس، او السولوهات اللي كانت احلى على وداني اكتر، هنتكلم عن الناس كلها بس في 4 نقاط. اول نقطه وهي السولو كان كاتشي ولا لا، او السولو كان حلو على الودن ولا لا، وده من وجهه نظري الشخصيه والبريفرنس الشخصي بتاعي. تاني نقطة وهي الاوديو كواليتي. تالت نقطة وهي الفيجوالز بشكل عام، which means الكواليتي بتاعة تصوير الفيديو والست اب اللي الميوزيشن بيلعب فيه او اللي هو حطه في الكادر او في اللوكيشن بتاعه يعني. رابع نقطة وهي اهم نقطة، السبيريت بتاعة البرفورمر كانت عاملة ازاي في الفيديو، عارف ينقل اللي هو بيلعبه ولا لا. اول حد لعب في الفيديو ده هو سامح ابراهيم من مصر. طيب اول نقطة، هل السولو كاتشي ولا لا؟ جدا 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 جدا، والسولو كان حلو ولطيف، والبنس اللي عملها لطيفة جدا وعجبني الحواق يعني، فاهم؟ كان شيك كده سولو، فاهم؟ طلع ببدلة، والله سولو طلع ببدلة من على الحبل كمان يعني، فاهم؟ تاني نقطة وهي الاوديو كواليتي. الاوديو كواليتي كانت كويسة لطيفة جدا، ما فيهاش اي مشاكل. تالت حاجة وهي الفيجوالز. الفيجوالز بتاعت سامح ما كانتش حلوة للدرجة، لأجل ان الكواليتي بتاعت الكاميرا نفسها او الموبايل اللي كان بصور بيه ما كانش غالبا معالي الكواليتي قوي يعني، دي مش من اهتماماته قوي، فممكن يكون ما كانش عنده فكرة، فالفيديو كواليتي ما كانتش كويسة مقارنة بفيديوز تانية في الشات كولاب. ما اعتقدش ان هو كان متستخدم اي فيديو لايتنج او حاجة زي كده، ممكن يكون كان مستخدم الإضاءة بتاعة الأوضة اللي هو قاعد فيها. بالنسبة للسيت اب، الراجل السيت اب بتاعه بسيط جدا، مكتب، مونيتورز، جيتار، كيبلز، الموضوع خلص. الغريب بالنسبة لي بس انت ليه حاطط مروحة على الديسك؟ يعني مش عارف، مش حاجة وحشة، عادي كلنا بنحط بلاوي على الديسكس بتاعتنا، بس يعني كانش ليها لازم انها تبقى موجودة في الفيديو، او عادي، بس انا ممكن اكون انا اللي حاسس انها غريبة شوية. بالنسبة للسبيريت بقى وهي النقطة الرابعة، الاديتنج بس كان فيه زوم ان وزوم اوت، فهو ما كانش وشه باين، مش باين تفاعلاته مع اللي بيلعبوا عامل ازاي، فالموضوع ما كانش واضح، فليتس ساي ان هو الراجل ما اتحركش يعني على اللي انا شفته.
انا ما اعرفش في الحقيقه هو عمل ايه، بس اعتقد اهم حاجتين اللي هم اول نقطتين دول سامح واخدهم بجداره. يعني برافو يا استاذ سامح، قوي جدا السولو، وحقيقي على اللي انت عملته، واشكرك على انبساط ودني بالشويه اللي سمعتهم لك. تاني واحد عندنا في الفيديو ده اللي هو محمد العقاب او العقاب، مش عارف بصراحه بتتنطق ازاي بالظبط. المهم محمد هو من ليبيا. اول نقطه وهي ان السولو بتاع محمد ما كانش كاتشي قوي للدرجه بالنسبه لي، انا بتكلم على بريفرنسز شخصيه. السولو بتاع محمد كان رائع طبعا وكويس جدا، السولو كان حلو يعني، ما عنديش مشكله ان انا اسمعه كذا مره ومش متضايق وانا بسمعه، ودي اهم على فكره من ان انت تحب السولو او لا، الاهم ان انت ما تبقاش متضايق وانت بتسمعه. That's a plus actually. وبقى نادرا دلوقتي ان انت تسمع سولو او تسمع مزيكا ما تبقاش متضايق وانت بتسمعها، ده موضوع تاني خالص. طيب بالنسبه للاوديو كواليتي، اعتقد لما نروح للفيجوالز هتفهموا ليه الاوديو كواليتي انا مش مضطر اتكلم عنها بجنيه. الفيجوالز بتاع محمد الكواليتي كانت كويسه جدا، اعتقد الراجل مستخدم كي لايت وفيلنج لايت بسيط، اعتقد هو غالبا مستخدم نفس السيت اب اللي انا عامله بالنسبه للاضاءه، يعني سوفت بوكس از كي لايت و اضاءة في الجنب لونها احمر برضو اللي هي اللمضة الحمراء العادية. اعتقد هو عامل نفس الموضوع، لو ركزتوا في الفيديو شوية هتلاقوا نفس الفكرة غالبا. ده بالنسبة للفيديو كواليتي. بالنسبة للسيت اب بتاعه، واو ماهين this is good يعني فاهم، ده دريم سيت اب بجد يعني، احييك على السيت اب اللي انت فيه ده. يعني الراجل برضو موريك الى حد كبير هو مشغل الدنيا ازاي، موريك هو موصل فين، موريك كل الانترفيسز بتاعته، موريك كل الميكسرز بتاعته، موريك كل المونيتور سبيكرز بتاعته. الى حد ما تقدر تشوف برضو السوفت وير اللي هو شغال عليه، عنده كميه سبيكرز مونيتورز مش طبيعيه، كتير جدا. هو غالبا عامل ستيريو سيستم، يعني ده طبعا مفيد بالنسبه للناس اللي بتوع هندسه الصوت يعني، او الناس بتوع الميكسنج والماسترنج. بالنسبه للنقطه الرابعه وهي السبيرت، محمد اعتقد ما كانش بيتحرك كتير، ما كانش بينتراكت كتير قوي مع المزيكا بتاعته، يعني حركات بسيطه. معظم الميوزيشنز بيبقوا كده لما بيكون بيحاول يركز في اللي هو بيعمله، خصوصا في ان هو بيسجل وهو بيصور في نفس الوقت، ده طبيعي، ده طبيعي، مش مطلوب منه ان هو يكون بيتنطط وهو بيحاول يريكورد حاجه، لان عاده بيكون في فرق شاسع ما بين اللايف سيشنز والريكوردنج سيشنز، فاحنا نقدر نراعي ده جدا. المفروض يكون السولو نفسه كصوت طالع في اكتر هيئه يعني متكامله بالنسبه للاوديو، بس فهو كان مركز قوي مع اللي هو بيلعبه اكتر من ان هو يكون مركز مع الكاميرا، وده شيء طبيعي جدا. بس هو ما اتحركش كتير، مش بينتراكت مع المزيكا كتير، مش بينتراكت مع الاودينس خالص غالبا، فتمام. بالنسبه برضه لمحمد، هنرجع للنقطه اللي قلناها مره تانية، معلش لان انا نسيت اقول حاجه. السولو بتاعنا حسيت ان هو اتقسم نصين شويه، النص الاولاني ما كانش كاتشي قوي زي ما انا بحب مثلا، او زي التايب اللي في دماغي. النص التاني بقى هو اللي كان كاتشي اكتر شويه. عندك تالت واحد طلع في الفيديو معانا هنا النهارده اسمه احمد العاصي من مصر. بالنسبه للسولو، السولو كان كويس جدا، مش الموست كاتشي تون اللي ممكن احب اسمعها، وممكن يكون العكس السبب ان الاوديو كواليتي اللي هي رقم 2 في اللي احنا عايزين نتكلم فيه ظلمته جدا. اوديو كواليتي ما كانتش حلوه، اوديو كواليتي كانت واقعه الى حد كبير بالنسبه للفيديو بتاع احمد. مش عارف هل دي مشكله من مهندس الصوت اللي عمل ميكس وماستر للتراك كامل، ولا هي مشكله في الانترفيس او في الاداء اللي احمد استخدمها في الريكوردنج بتاع السولو بتاعه، ولا هو الباتش اصلا كان وحش ولا ايه، مش عارف. بس يعني انا متخيل حركات ايده ومتخيل ان انا ممكن اسمعه، مش عارف، انا حاسس ان الموضوع داخل قوي في الباكينج تراك، حاسس ان مفيش فرق بينه وبين الباكينج تراك للدرجه، حاسس ان هو داخلين في بعض، هو صوته اوطى في اجزاء من الباكينج تراك. الموضوع كان مبهم نسبيا، عارف انت يعني لو انت بتصور مثلا فيديو او صوره او كده، يبقى انت قريب فانت اون فوكس، واللي ورا اوت اوف فوكس شويه، لو طبقت ده على الصوت فده مش موجود في الجزء بتاع احمد العاصي. فانا متخيل ان هو لا، السولو اكيد كان احسن من كده بكتير، بس لو كانت الاوديو كواليتي احسن شويه كان الموضوع هيختلف بشكل كبير جدا 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 جدا. وانا اعتقد ان مهندس الصوت اكيد حاول يصلح حاجه زي كده، بس غالبا الاكويبمنت اللي احمد استخدمها ما كانتش منصفه للسولو الرائع اللي هو اكيد كان عامله، بس هو للاسف كان مبهم مش باين قوي الموضوع. بالنسبه للفيجوالز، هو للاسف مش مبين لك هو مشتغل ازاي، يعني ما باين ليش هو سجل على ايه،
بالنسبة للفيديو كواليتي فهي عادية، واحد في بيته مصور بالموبايل بالإضاءة بتاعة الأوضة اللي هو فيها. الإضاءة كانت خافتة زيادة عن اللزوم، لو كانت برايت أكتر شوية كان هيبقى أفضل، خصوصا إن أنت بتلعب على جيتار لونه نفسه أسود، فكان هيبقى أسهل لو أنت عليت لي الإضاءة حبة، بس إن أنا أشوف إيدك بتروح فين، عاملة إزاي، أشوف التكنيكس اللي أنت بتلعب بيها. برضو إلى حد ما الحاجات دي بتفيد الناس اللي بتلعب، ان انا اتفرج على فيديو زي ده، اتفرج على الناس بتلعب ازاي، ايديهم بتروح ازاي، فين جاي منين، فكان هيبقى افضل لو وريتني حاجات اكبر شويه. والمشكله للاسف ان باين ان الباكينج تراك كواليتي بتاعته كويسه جدا، وان السولو بتاع احمد باين ان هو الكواليتي بتاعته صوتها مش حلو، بس للاسف انما هو العيب مش في الراجل نفسه ولا في اي حاجه، طبعا العيب ممكن يكون في اكويبمنتس او حاجه زي كده، ودي خارجه عن اراده اي حد. الواحد بيتعامل بالاكويبمنتس اللي متوفره حواليه في الوقت الحالي، فتمام، فبرافو يا احمد، ويعني اعتقد بعد كده ممكن تاخد بالك من النقطه دي، وانت ممكن تسجل بقى البارتس بتاعتك مثلا في استوديو او حاجه زي كده، هيكون افضل اكيد من الاكويبمنتس اللي انت اشتغلت عليها في الفيديو ده. يعني عندك الشخص اللي بعد كده، محمد الحامي من ليبيا. محمد الحامي ومحمد العقاب غالبا هم في نفس الاستوديو او في نفس السيت اب، بس هنا الموضوع زوم ده اكتر شويه، ما علينا. طيب نبتدي اول نقطه، السولو بتاع محمد الحامي كان كويس جدا، not so catchy لوداني but it wasn't bad. الباتش اللي مستخدمه كان رائع، مش عارف اقول لك ايه، اختيارك في الباتش ده كان قوي جدا، احييك استاذ محمد على الباتش الجامد ده. مش عارف انت عامل ايه بالظبط، بس هو كان كويس جدا بالنسبه لي، ممكن يكون عادي بس هو مبهرني انا شخصيا بصراحه، انا انبهرت بالباتش ده، معرفش ليه، ما عنديش اسباب، بس هو حلو، انا انبسطت. طيب ده بالنسبه لاول نقطه. تاني نقطه وهي الاوديو كواليتي، الاوديو كواليتي كويسه جدا، مش هتكلم عنها برضو لاجل ان هو نفس الاستوديو اللي كان محمد العقاب او العقاب مسجل فيه. بالنسبه للفيجوالز هو نفس الاستوديو بتاع محمد، يعني كوبي بيست بقى نفس الكلام، فاهم؟ بس هو يعني الموضوع هنا زومد اكتر شويه، فانت تقدر تشوف السوفت وير هنا اسهل، تقدر تحدد ايه هو، تقدر تحدد هم عاملين ايه بالظبط والتراكس ماشيه ازاي، وتقدر تشوف البلاجنز برضو بتاعتهم، قادر تشوف الماكسرز والانترفيسز اكتر، قادر حتى تشوف هم فاتحين كام شانل. الموضوع هنا فيه حته ايديوكيشنال كمان برضو لطيفه يعني. اما بقى بالنسبه لنقطه السبيريت، مفيش مش مفيش سبيريت، لا اكيد في سبيريت طبعا، هو السبيريت بتاعته طالعه في الفيديو ان هو راجل باد اس قوي في نفسه، يعني فاهم، راجل كده. انا استغربت في حاجه، انا استنيته يعمل بند، انا استنيته يبند بالجيتار، بس فين دي، فين اي، ما في، ازاي عملتها، ازاي انك فضلت ثابت؟ الموضوع هنا مش حاجه نيجاتيف، انا عايز افهم، مفيش اكسبريشن، ادى بند ومفيش، ما اداش اكسبريشن، انا مش فاهم اعملها ازاي بقى. انا والله العظيم مش بتريق ولا بقول اي حاجه وحشه، ودي مش حاجه نيجاتيف او حاجه مثلا تقل من البرفورمينج بتاعه، لا ده بلس، انت عملتها ازاي، انت عملتها ازاي ان انت ما مدتش اي رياكشن مع بند، انت بتبند بالجيتار ده بندنج يا جدع، ازاي، انا مش فاهم. ده اكتر جيتاريست مش هيبوظ لك الريكوردنج سيشن بتاعك، اقعدي وانت اقعد الله يسترك، ده بيقعد على الكرسي بتاعه ويقول السولو المحترم ويتكل على الله، الموضوع هنا خلص جامد. عندك الشخص اللي بعد كده فهو اسلام رأفت من مصر. اسلام رأفت بقى، بص بص بقى، ده ايه ده، حوار بقى هنتكلم فيه، يا الراجل ده انا كنت سعيد وانا بتفرج عليه. السولو كان كاتشي ولا لا، وحلو على وداني الشخصيه ولا لا، جدا 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 جدا، السولو كان بص يعني خد فلوس، السولو كان رهيب بصراحه، رهيب 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 يعني، واستمتعت وانا بسمع السولو ده جدا يعني، ده من السولوز اللي كانت كاتشي بالنسبه لي قوي. بالنسبه للاوديو كواليتي، الاوديو كواليتي رائعه جدا، وبالنسبه للفيجوالز فنبتدي بالكواليتي، الكواليتي كويسه جدا، اعتقد ان هو كان مستخدم لايت ما، بس لو كان سوفت اكتر شويه كان هيبقى افضل. بالنسبه للسيت اب، الراجل موري لك السيت اب بتاعه كله، مفهمك ان هو مسجل بمايكروفون للامبليفايرز، او ممكن يكون مش متوصل، معرفش موصل الجيتار بالانترفيس برضو، ما عنديش فكره، واضح ان هو بيغني كمان لانه عنده كوندنسر مايكروفون، او ممكن يكون بيسجل لناس تانية، ما عنديش فكره برضو. موريك المونيتورز بتاعته شكلها عامل ازاي، الديسك بتاعه يعني سيت اب محترم الصراحه،
حاطط في عنده شويه اكويبمنتس كويسه، بيستخدم امبليفاير اورنج، وهو راجل يعني هايبرد فان ما بين دي سي ومارفل. بس يعني بما انك حاطط باتمان فانا خلاص خدت الابروفل، خلاص دي سي في القلب. بس ده بالنسبه للثلاث نقط الاولانيين. اخر نقطه وهي السبيريت، فيعني الراجل متاخرش خالص، الراجل متاخرش خالص خالص خالص. ده بقى بص يعني ايه، الفيديو بتاع اسلام كان ممتع كاوديو وكسولو وكفيجوالز. انت قاعد بتتفرج على حاجه حلوه يعني، انت سعيد وانت بتتفرج على الجزء ده من الفيديو. البارت بتاع اسلام رافت كان جزء متكامل قوي يعني، من كل النقط اللي انا بحدد منها هل الشخص ده بسطني وانا بتفرج ولا لا. وغير كده وكده بقى عمل الحاجه اللي انا بعزها قوي، اي كونتاكت، اي كونتاكت معايا كده الراجل. انا حسيت ان احنا كنا بنجام سوا في وقت ما يعني، فاهم اللي هو كنا قاعدين مع بعض، فانا كنت سعيد قوي الصراحه. فاسلام حقيقي. عندك بقى الشخص اللي بعد كده، فهو مصطفى ضربي من ليبيا. سولو جامد، سولو جامد قوي. انا بص كنت مبسوط فشخ وانا بسمعه، وكنت سعيد والدنيا كانت جامده. وبص يعني جامد جامد، كان سولو محترم برضه، حاجة جاية ببدلة كده. ده بالنسبة للسولو ذات نفسه. بالنسبة للأوديو كواليتي، الأوديو كواليتي كانت كويسة جدا. بالنسبة للفيديو كواليتي، هو كان غالبا مصور بجو برو أو حاجة زي كده، أو غالبا مصور بجو برو أو بأكشن كاميرا ما يعني، أو بيتعامل بفيش أي لينس ما عنديش فكرة، بس هو غالبا أكشن كاميرا يعني. مفيش سيت أب قوي مبينه يعني، هو طالع هو الجيتار والهيدفونز. بالنسبة للموضوع الأبيض وأسود ده حلو، لأن أنا مؤخرا بقيت أحب الفيديوز الأبيض وأسود. انتوا لو بصيتوا على الفيديوهين اللي فاتوا على الشانل هتلاقوهم ابيض واسود، او الثلاث فيديوهات اللي فاتوا هتلاقوهم ابيض واسود. ادخلوا بصوا عليهم، وبصوا بص على بقيه الفيديوز على الشانل يعني. بالنسبه للسبيريت، فاعتقد مصطفى ما يعني ما اتحركش كتير برضو، he didn't bother himself with moving a lot يعني. هو الراجل كان مركز برضو في السولو اللي هو بيلعب فيه، ودي حاجه ما تعبوش خالص، دي حاجه عاديه برضو. انا عايز اقول في فرق ما بين اللايف بيرفورمينج والريكوردينج سيشنز، موضوع بيختلف ومحتاج تركيز ومحتاج فتمام. انا بس نقطه الحركه والسبيريت بالنسبه لي، لان انت مثلا مش واحد بتلعب اكوستيك او بتلعب حاجه هاديه او كده، لا انت بتشرد، فاديني انتراكشنز كده مع المزيكا اللي بتلعبها او معايا انا كاودينس بيتفرج على الفيديو. بس اوفرول تمام يعني. ومصطفى عمل شويه تابنج برضو جامد يعني بصراحه، انا احب الحاجات اللي فيها تابنج برضو. بعد كده عندك عمرو الجندي من مصر. عمرو الجندي السولو بتاعه كان فوق الممتاز، لطيف كاتشي، سمعته كذا مره وكنت مبسوط. وبعيد الجزء بتاعه كتير الصراحه، عدت الجزء بتاع عمرو كتير، السولو بتاعه عجبني جدا. الاودي كواليتي كانت زي الفل، ما لهاش اي مشاكل. بالنسبه الى الفيجوالز، فالكواليتي بتاعت الصوره ما كانتش وحشه خالص، الكواليتي كانت كويسه. ما اعتقدش ان هو برضو مستخدم اي نوع من انواع الفيديو لايتنج، غالبا ده نور الشمس غالبا او اضاءه الاوضه اللي قاعد فيها عامه. ما فيش سيت اب واضح، مش ظاهر اي حاجه. بس بالنسبه للسبيريت، فالسبيريت بتاعت عمرو كويسه جدا. الراجل كان بيحاول ينتراكت مع الناس برضو، ابتدى يبص للكاميرا كذا مره، ابتدى يبص للاودينس في اي كونتاكت، ودي حاجه مهمه وكويسه جدا. برضو الراجل انفعل مع اللي هو بيلعب معاه نسبيا بحركات بسيطه، بس مش زي اسلام رأفت مثلا. بس اوفرول الجزء بتاع عمرو كان رائع ومتكامل جدا يعني. اياز كارتمان، انا مش عارف ده اتنطق ازاي بصراحه، انا نطقت زي ما قريت. بص يا جدعان معلش، الراجل ده محتاج قعده. انا مش عارف الراجل ده هل انا في الرياكشن هو ده اللي كنت شبهته بديمتري بتاع شكرا ولا لا، بس لو ما كانش هو فهو اللي خد اللقب ده، خلاص الموضوع انتهى. انا في باند اسمها شكرا، هم مش مصريين ولا عرب خالص، هم روس اصلا. انا بحب الباند ده جدا، وباند لطيف وناس محترمه كمان حتى يعني، كلمتهم قبل كده وتبادلنا شويه مزيكا والدنيا حلوه. المهم الجيتارست بتاعهم اسمه ديمتري، الراجل ده بالنسبه لي في حته فوق قوي، الراجل ده مهم قوي بالنسبه لي يعني، جيتارست رهيب ما بيقولش حاجه وحشه ابن اللذين، فاهم يعني. اياس بقى ده مش هقول لك فكرني بديمتري او حسسني ان هو بيلعب شبه ديمتري، لا يعني هو في نفس المستوى، في نفس المستوى الفوق قوي بالنسبه لي ده اياس. لا 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 لا، جامد 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 يعني. السولو بتاعه ايه يا عم ده، ايه يا عم الحاج، مش كده يا اخي. كان بص يعني، افتحوا الفيديو عند جيمس واتفرجوا على الجزء بتاع اياز، او اتفرجوا على الفيديو كله اصلا كذا مره، الناس كلها جامده جدا.
بس اياز يعني لا 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 يا ابن اللعيبة، لا، كان سولو محترم، ده مش جايب البدلة بقى، لا ده الفرح كله. أحييك يا أستاذ إياز جدا، مش عارف هو برضه ناطق الاسم صح ولا لأ، أنا مش عايز أكون قليل أدب، بس يعني أنا ماليش دعوة، أنا قريت نطقت خلاص، الموضوع هنا خلص. بالنسبة للأوديو كواليتي، الأوديو كواليتي فيها بصوا أي حاجة بعد كده أصلا هتغفر للي هو عامله ده، أنا مش هتكلم عن الباقي، أي حاجة بعد كده فيها أي مشاكل ما تفرقش، ما فيش، مش مهم، انت سمعت حاجة مش هتتكرر كتير اصلا، فخلاص بقى فكك. بعد كده عندك بلال نواصرة او نواصرة، مش عارف، ما عنديش فكرة بتنطق ازاي الاسم بصراحة. بلال من مصر، بلال السولو بتاعكم كويس جدا وفوق الفظيع وكل حاجة، بس مش دي برضو التون اللي انا بحبها قوي، مش دي الطريقة بتاعت الشريدنج اللي انا بحب اسمعها معظم الوقت يعني، بس اوفرول السولو كويس جدا. بالنسبة للاوديو كواليتي، الاوديو كواليتي كانت لحد ما متوسطة. بالنسبة للفيجوالز، هو غالبا مش مسجل ولاعب في نفس الوقت، غالبا هو سجل لوحده ولعب لوحده، او حاطط كاميرتين، ما اعرفش هو عامل ايه الصراحة بالظبط، بس هو غالبا مصور من كذا كادر، دي حاجة كويسة، مديلك لعب وحركات اكتر شوية، مصور من هنا ومن هنا يعني، تمام حلو، ف برافو يعني. بالنسبة للسيتاب، فهو مفيش سيتاب قوي برضو، هو يعني الراجل قاعد هو والجيتار والنضارة، ده جزء مهم أوي في موضوع السبيريت، إن هو اختار يلبس نضارة مثلا، فاهم يعني، عمل حاجة مختلفة برضه، جه هو قرر يلبس نضارة، فا أوفرول بلال زي الفل جدا 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 جدا. عندك الشخص اللي بعد كده مصعب توك أو تاك، ما عنديش فكرة بينطق إزاي برضه، مصعب من ليبيا ولا مصعب، مش عارف، أنا هقول مصعب وخلاص. فمصعب من ليبيا، مصعب بالنسبة للسولو مش الحاجة اللي أنا برضو بحب أسمعها أوي للدرجة، أنا مش قادر أحدد لكم إيه هي اللي أنا أقدر أقول عليها، مش دي الحاجة اللي أنا بحب أسمعها أوي، ما عنديش فكرة، بس هو بتيجي كده يعني، بسمع حاجة أنا أحب الحاجات دي، أسمع حاجة لا أنا مش not into this that much يعني، فدي الفكرة، فأنا I wasn't into that أوي يعني. الباتش كان رائع بصراحة، لو مستخدمه الباتش الصوت بتاع الجيتار نفسه كان قوي جدا، فهو عامل باتش حلو، أو ممكن يكون حاجة سيفد في الإفكت بتاعه، ما عنديش فكرة، بس هو كان صوته حلو فأنا تمام، فأحييك على اختيارك للباتش ده. بالنسبة للفيديو كواليتي، الفيديو كواليتي رائعة جدا، من أفضل الفيديو كواليتيز اللي موجودة في الفيديو كله. بالنسبة للسيت اب بتاعه، عجبني أوي إن هو قرر يختار جيتار أزرق مع ال LED ستريبس الزرقاء، فتمام حلو الحوار ده، هو غالبا مستخدم لايت رينج او اللي هي اللايتس المستطيله دي، بس اللي هي بتاعت الفيديو يعني، او حاجه زي كده، او عامل حاجه ما انا مش فاهمها، بس هي مش سوفت لايت قوي يعني، بس يعني حلو حلو قوي الموضوع. السيت اب بتاعه طبعا باين المكتب والحاجات بتاعته اللي بيستخدمها، موريك الشاشات بتاعته، موريك المونيتور سبيكرز بتاعته، برضو الجيتار التاني بتاعه ظاهر فوق، فانا مبسوط ان هو استخدم الجيتار اللي بنفس لون الستريبس اللي حاططها الاضاءه، فحلو، لا يعني الفيديوز كفيجوالز المود بتاعه لطيف قوي. وبرضه خليني اقول حاجة تانية، ان برضه السولو بتاعه لحد ما متقسم اتنين، اول نص ما كانش لطيف قوي، تاني نص ابتدى بقى ايه شرق في الموضوع كده، انا انبسطت الصراحة بعد ما ابتدى يعمل كده، فتمام، فكان لطيف بقى الجزء التاني ده كان تمام معايا قوي، انا كنت سعيد جدا. بس بالنسبة لاخر نقطة، فهو غالبا ما اتحركش قوي مصاب يعني، كان برضه مركز في اللي هو بيعمله شوية، ويعني تمام، فبرضه دي حاجة مش سيئة خالص، فننتقل إلى ما بعد ذلك. بعد ذلك عندنا جيمس ماسي، اللي هو الراجل صاحب الفيديو ذات نفسه. جيمس ماسي بص، بالنسبة للسولو نفسه الباتش كان حلو جدا، السولو كان مايند بلوينج يعني، السولو كان كويس قوي 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 يعني، بص هو برضه حاجة متكاملة قوي، نفس اسلام رأفت مثلا، فاهم الفكرة؟ بجد يعني الاثنين كانوا، الاثنين دول بالنسبه لي هم يعتبر اكتر تو فيديوز متكاملين قوي، بس فيعني فبالنسبه للسولو كان حلو جدا ورائع جدا، بالنسبه للفيديو كواليتي كانت كويسه جدا جدا جدا، وبرضه الراجل لحد ما مبين لك السيت اب بتاعه، الانترفيس اللي هو مسجل بيه، مش عارف هو باين ولا لا، غالبا باين، باين
موريك المونيتورز بتاعته وموريك السبيكر مونيتورز بتاعته، بس طبعا المكتب والحاجات دي يعني. بس بالنسبه للسبيريت الراجل بيهب بانج بقى وبتاع، هو ده بقى اللي انا هو ده بقى اللي انا بدور عليه في نقطه السبيريت دي. انت راجل بتشرد يعني، اديني بقى هب بانج واديني حوريني يعني، حسسني باللي انت حاسس بيه وانت بتلعب. هدي بوينت، ذاتس وات ام توكن اباوت. فيعني جيمس هو قفل الجيم في البارت بتاعه الصراحه. فاسلام رافت، جيمس ماسي كانوا الفيديوهين اللي هم الاكثر تكاملا في الشات كولاب كله يعني. فبس فما يعني ديش حاجه تانية اقولها اكتر من كده الصراحه. فيديو كان قوي جدا. وعندك بعد ذلك محمد الاوبيدي، مش عارف انا بنطقها صح ولا لا. محمد بقى مجي واخد الدنيا كده ايه وهي سخنه كده، تعالوا بقى كده بالراحه، ايه ده حبيبي مفيش حاجه، بس وهد الدنيا كده وبطئ الزمن شويه. فكان لطيف برضو قوي، حلو فاهم، الدنيا هديت كده حبه، في سنبله كده حصلت وسنبله شيك الدنيا يعني. هو الراجل لعب سولو بسيط وشيك كده ولذيذ فاهم. فتمام ده بالنسبه للسولو. بالنسبه للاوديو كواليتي كانت متوسطه، بالنسبه للفيديو كواليتي كانت برضو متوسطه، لانه غالبا برضو مصور بالموبايل او حاجه زي كده. محمد حاول بعد كده اللايت يبقى قدامك مش وراك، هو في اضاءه جامده قوي جايه من وراه، مش عارف مصدرها ايه بالظبط الصراحه. بس انت لو كنت عكست بقى وقفت يعني صورت بالعكس، فكان هيبقى الموضوع افضل بكتير. بس اوفرول الفيديو كويس جدا يعني. وبذلك نكون خلصنا الريفيو الكامل على الموضوع. خليني اقول لكم حاجه سريعه جدا، ان انا كنت زي ما قلت لكم كلمت جيمس وناقشنا شويه في البروجكت بتاعه. الراجل مش هينهي الموضوع على ان هو يبقى مصر وليبيا بس، لا هيبقى في دول تانية كمان في الميدل ايست، هيبتدوا يعملوا مع بعض كولاب ما بين مصر وبين دول تانية. ويعني اتمنى ان بعد كده جيمس يبتدي يعمل حاجه في الميدل ايست عموما بقى، اللي هو يبقى كذا دوله مع بعض في فيديو واحد، فدي هتبقى كويسه جدا. سعيد ان حاجه زي كده ابتدت تتعمل في مصر، هي ابتدت من مصر ودي حاجه بلس بالنسبه لنا بصراحه. بعد كده ابتدت تتنقل للشرق الاوسط، حاجه زي كده تتكرر كتير على نفس الشانل تبقى حاجه كويسه جدا. وهاجي برضو اعمل لكم رياكشنز برضو واعرفكم في عشانكم كل مره. بس فيديو كان الى حد ما طويل بصراحه، بس يعني دي العاده. اعتقد انتوا اتعودتوا بقى ان الفيديوهات هنا بتبقى طويله، لما بطلع اتكلم الفيديوز بتبقى طويله. بشكر ال 128 سبسكرايبر اللي عندي، اتمنى تزيدوا لاصحابكم كده وبتاع، روقوا عليا. ما تنساش تعمل سبسكرايب، ما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك يعني بس، وممكن تشير لو الموضوع مهم بالنسبه لك. واستنوا بقى الفيديوهات اللي جايه، اراكم في الفيديو القادم، انبسطوا.